نحن وياكم من كفي مع اليالنجي لليوم ورشه ملح مع الشيف شادي على الطريقه الشاميه. انا فين؟ انت فين؟ انت ودخل جوزيف في مطبخي. وقبل هيك ما نبلش هيك انا وجوزيف نحكي كم كلمه على جنب فنشرح اللي ما كان معنا صار معنا تكون كلنا فهمانين شو صار. نرجع لهون. حطيت انا 200 جرام من الجبنه مع نص كبايه او ثلاث ارباع الكربايه من الكريم فريش، خلطتهم مع الملح وبهار ابيض. هلا رح جوزيف يحط يحط فيهم شو اسمه هو جوزيف؟ ستروبري. ستروبري، برافو عليك. لكن ستروبري بدنا نحطهم هون، رح يصير معنا صلصه ستروبري. اوكي. واحد. هون حطينا من التومات بيلي مع الذره مع كمان من الثوم مع شوي صغيره كمان من البصل، ملح وبهار ابيض. رح يحط فوقهم بعدين جوزيف رح يقشر المانجو ويحطها بقلبهم، رح يعنا صلصه مانجو مع الذره. هون شو عملنا؟ التشيلي صوص، حطينا 200 جرام نحن من الجبن البيضاء قابله للدهن مع 200 جرام من التشيدر تشيز مع 30 ملي 3 ملاعق كبار من الصلصه الحاره، وحطينا فيهم بقلبهم يا جوزيف قرص بندوره وبصله. حفظت الوصفه؟ حفظنا بس اوكي. منيح عليك، او كرمالك مش كرمال المشاهدين. اوكي. يعني هلا انا نرجع لهون، ليكوا شو حلوه، حطينا صلصه بندوره اوكي كتير مهروسة مع كريم فريش، خلطناه وحطينا فيهم فلفل بصل وبهار وبهار ابيض مبين عليهم مشان هيك عرفت انت وملح وهيدي الافوكا بقلبهم. بدك حط؟ اوكي. لكن انا هلا الفريز وين جوزيف؟ خلينا انا الفريز وين؟ الفريز مع هونيك هون كريم فريش مع الجبنه. اوكي. لا خلي لا مول هيك جوزيف، هيك ونزل. شو رايك؟ برافو عليك، تخلط مزبوط، صار عندنا صوص الفريز. يا وبنرجع تورتيا، هيدي للتورتيا. اوكي هلا بفرجيك انا شوي صغيره، زحنه نتفه صغيره بس تبس هيك المشاهدين يحسوا بالحب والغرام. هلا كمان جاي مين؟ انا كيف؟ منيح؟ رائعه. اوكي هون بدك المانجو، هون بدنا المانجو. كيف بتقشر المانجو جوزيف؟ هلا المانجو انا بعرف اقشرها لقدمها بس ما بعرف للصوص. اوكي. يعني بقسمها بالنص. اوكي وبقطعها. عمل شوي بدك انا ابرم لك اياها. كيف؟ لك بنترك جوزيف هون وبنروح لوين؟ على الورق العريش نعمل الخلطه ونشوف كيف بدنا نحشي الكوسه والباذنجان. اوكي ارجعي لعندك يلا انا هون. طيب شادي اهلا، خسرت الكاميرا عندك لوحدك يا شو خلص جوزيف، الكاميرا بتحبني. خلص بقى جوزيف خلص لعندي 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 يلا هون. رز مصري لانه بيحتوي على كثير من الاميدون، كثير من النشا اللي هو يستعمل للحشي، حبه صغيره بقدونس طلعوا كيف خذهم بهالطريقه. وبجي انا عليهم اكيد عندي مبرشه بنبرش عليهم اوكي من البصل طلعوا كيف، حوالي كبايه من الرز بدها بصله كامله اوكي طلعوا كيف هالطريقه درج مزبوط. وبرجع كمان باخذ من البندوره نفس الموضوع، بنبرش كمان البندوره عليها طلعوا كيف، لكن برش بندوره قرص بندوره، بدنا قرصين من البندوره على كبايه كمان من الرز، وبنحط لها نعناع يابس عصير حامض يا جوزيف. نعم طلع هون. كيف جوزيف؟ كيف الوضع؟ وين هيدي؟ هيدي لهون صوص طماط. لا لك وين هون؟ مع الذرة، مع الذرة لك وين هون؟ هون حمرا حمرا حمرا. اوكي. اوكي. ليكوا شو انا عملت هلا هون؟ بنجيب كمان من الثوم. حرك كمان هالتوميت ها، بلشنا كمان حص واحد من الثوم بقلبها. نعنع يابس. عصير ليمون. تطلع حامضة طيبة. وملح. بهار أبيض وبنحرك. البقدونس اكيد مع الرز مع الثوم مع البندوره مع البصل. وهلا اذا ما نعرف اذا طيبين بندوقهم لجوزيف. كيف جوزيف؟ بتعرف انه اللي بيدوق اشطر من اللي بيطبخ. يا بي يا بي يا بي. ليكوا شو حلوين هلا هون. بعدين خلينا نشوف هلا الوصفه على الشاشه والخلطه الاساسيه، شو بنعمل هلا نحن؟ بدنا نبلش نحشي. بس نحشي بقلب الطنجرة شو بنعمل؟ بنحط زيت الزيتون، بعدين البطاطا، بعدين الورق العريش، بعدين بطاطا، بعدين المي من فوق مع عصير حامض شوي صغيرة بقلبهم ونتفة صغيرة كمان من نعنع اليابس. هيدا وين؟
هيدا بقلب الطنجره، بس نحن كيف بدنا نحشي الورق عريش وكيف بدنا نحشي الباذنجان وكيف بدنا نحشي هالكوسه؟ ليكو كيف. اوكي. رح شيل هودي هلا هون هيك كلهم سوا، رح حطهم ورا. نغسل هيك ايدنا ونشيل الكفوف ونلبس كفوف تانيين ونطمن على وضع جوزيف العائلي. جوزيف بشيل لك اياها بالملعقه. شو رايك؟ يلا. كيف وضعك؟ اعطيني هي ملعقه انا بشيل. او مثل ما بدك، ايه بدك انت هون. وشيل الاسود من النص هون لانه ممكن تكون كمان كثير مستوي. لكن احنا عندنا صار صلصه فريز بتطوش بتعقد من ايدين جوزيف للتاكوس او التورتيا. صلصه مانجو، واو ابو زوز كيف؟ تمام، بس وين لما هيدا السكين الصغير؟ السكين الصغير يلا. اوكي و معجوق عجقة ما إلى أول ولا آخر، حتى سكتته عن الحكي لأنه شاطر يكتر حكي قبل. يلا أوكي، هلا أنا بس بدي أفرجيكم حبة من الباذنجان، خليكم معي، حبة من الكوسة وورقة من ورق العريش. ليكم شو حلوين، اعملوا معروف أحبائي. خلينا ناخذ الباذنجان. باذنجاني هيدي باذنجاني كبيرة أو باذنجاني صغيرة، أوكي؟ بيجي أنا بالسكين بشيل الراس، أوكي بهالطريقة، وبيجي أو بالمنقرة فوت فيها، أوكي؟ بهالطريقة كذا مرة وبنقرع عادي، أو أنا على طريقتي اللي أنا شفتها كتير حلوة ومريحة، فيني أنا كمان بقلب هيدي يلي منشيل منها كمان قلب التفاح، طلعوا، ها؟ ليكو شو حلوة تطلع دغري، ها؟ شفت الموضوع؟ رح أعمل هي تاني كمان، منفوت بهالطريقة هون بقلبها، طلعوا كيف على الآخر، شفتها يا جوزيف شو حلوة هاي؟ بتطلع، إذا ما طلعت احسبه ما طلعت يعني، أوكي؟ لأ أنا كنت عامل حساب قبل إنه ما تطلع، بدخل فيها بهالطريقة هيك وبنبرم، طلعوا كيف؟ هي لوحدها بتفك وبتطلع كلها لبرا بهالطريقة، ها؟ صار عندنا باذنجانتين للحشي، اثنين. هلا الحلو هون إذا بدنا نطول عليهم أحبائي، إذا بدنا نطول عليهم شو بيصير؟ بيسودوا بقلبهم. الأفضل ننقعهم بالمي المسقعه اللي فيها حامض، يعني بنحط شوية عصير حامض بقلب المي المسقعه وبنحطهم بقلب الباذنجانات، وحتى الكوسه كمان ما عاد بيسودوا معنا بهالطريقه. اوكي رح اخذ انا كمان كوسه نفس الموضوع، رح اجي هيك رح اعمل نفس الشيء بالكوسه، طلعوا كيف، مدخل كمان للاخر، طلعوا شو حلوه، رح شيلها برا وادخل عليها كمان عن جديد، طلعوا كيفها، نبرمها وبتطلع عنا القلب كله سوا. صار عندنا لكم باذنجان وعندنا كوسه، رح اعمل كوسي كمان تاني. اوكي وبنجي نعمل مننقرها للكوسي، طلعوا كيف، منشيلها لبرا وكمان بنرجع بالمنقره بنبرمها بس برمي صغيره، طلعوها وطلعت معنا القلب كله سوا اللي بقلبها. اوكي طلع فيها ليكو شو حلوين، كيفك يا جوزيف؟ منيح، بس طلع فيها شيء قاسي للافوكا. افوكا؟ ايه جوزيف بدك تحط الافوكا، بس البذره نحن ما فينا ناكلها. لا ما شلت ال شلت البذره؟ انا خمدت حطيت البذره بقلبها بشرفك. فهمت البذره كمان؟ ايه لا يلا اوكي، بس هي ورق عريش، ورق عريش عندي كمان ورق العريش، خلينا نشوف هون اذا بتريدوا، عندنا ورق عريش نحن بنجيبهم كمان، فينا نشتريهم، طلعوا فينا نشتريهم او فينا نحن نجيبهم طازه مثل ما بدكم، اعملوا اللي بدكم اياه، في الصغار في الكبار، انا شاريهم كمان من السوق، حتى اللي انا هون حاططهم كمان هن من السوق، طلعوا كيف؟ لحظة بنبلش هلا وبدنا نحشي لنا كم ورقة، طلعوا بتفتحوها هيك لورقة العريش اللي ما عنده خبرة، واللي عنده خبرة اكيد بيكون هلا شو عم يقول عم يضحك انه انا بعرفها، وبناخذ نحن شوي صغيرة ما بنكتر من الرز، بنسكر منلف ونجي منعملها شوي صغيرة تخينة، نرجع هيدا الفرق. انتو اذا هلا رحتوا فتوا على جوجل وفتوا يالنجي، اوكي عم ياكل جوزيف واقفة على قلبي واقفة. اوكي ليكو هون كمان بنرجع طيبين جوزيف بشرفك. هي ملك ملك؟ اه هيديك ليش مش ملك يعني؟ ما بعرف هيدي امير هيدي والله. طيب خليكم معي بس شوي صغيره بس بالورقه عريش بس هيدي هيدي هون وهي سلطانه هيدا هون الحشوه سكرنا سكرنا عليها مزبوط من اليمين والشمال طلعوا يعني انا فيني اعملها طويله ورفيعه بس انا بدي اعملها صغيره اوكي وعريضه رح اعمل بعد وحده جوزيف اكلهم كلهم سوا عم مندم على الساعه اللي حطيته هونيك كنت حطيته على في ورق عريش حط كمان بنلفها بهالطريقه بنسكرهم مزبوط
ومن بروم. صار عندنا لكن هون كمان بدنا نحشي شو؟ البتنجين. طلع طلع البتنجين كيف نحن بنحشيه بهالطريقه، ما بنحشي كله لفوق لانه الرز شو؟ بده كمان بدك احشي شيء. اوكي ابدا خلص جزاي بشرفك، نظف فراك وشجي جليت. ما هيك؟ يلا اوكي يلا لقوا كمان الكوسه بهالطريقه. وشو بنعمل ساعتها احبائي؟ بنجي بنحطهم كلهم بقلب طنجره مع البطاطا والكعب. البطاطا نحن شو بنعمل؟ بنجي نحن بنقصها دوائر للبطاطا. هاي البطاطا هون بنقصها دوائر، بنبلش نصف بقلب الطنجره. اوكي؟ بس نصفهم بقلب الطنجره بطاطا، بعدين ورق عريش، بعدين الباذنجان والكوسه، بعدين بنحط عليهم صحن من فوق، وعلى الصحن بنحط وزن مثل ما انا حاطط هون. اوكي؟ هلا رح نشيل الوزن. طلع جوزيف، رح انا هلا شو؟ نغير ونرجع. جوزيف هلا رح اعطيك الكاميرا لك انت عن جديد. يلا شو بدك؟ تفرجي شو طلع معنا. اوكي، هون طلع معنا كريم فريش مع جبنه وستروبري. وفي ستروبري هيدي للتورتيا. واو طبعا. بس مش ضروري تاكل يعني، لا مش ضروري فرجي يعني. تورتيا. اوكي حطو. هيدي ميس مع مانج مع صوص طومات مع توم وبصل وبصل وملح وبهار طبعا يا بيي ما اطيب. هون عندك تشيدر اوكي مع كريم فريش مع كريم فريش مع مع جبنه بيضاء قابله للدهن اوكي مع حار بندوره وبصل. لحظه هي ما دقتها. هي ما دقتها، لازم تدوقها. لا ما بيمشي الحال اذا ما تدوقها يعني. اما هونيك شو؟ هيدي شو؟ هيدي لا انت فيك عليها ولا غيرك ولا كل، عرفت علي كيف يعني؟ هلا ما بدي اتحدى اكثر من هيك. بس مش عرفك شو قلت لك من شوي؟ ما قلت لك خلي اجريك على الارض قد ما عليك، ممكن تشك على راسك. يا لنجي يا لنجي وصفه شاميه من حالي مش سامع. هون افوكا اوكي مع البندوره مع صوص طماط مع كريم فريش مع بهارات طبعا. اوكي فيها جبنه؟ اوه لا هي ما فيها جبنه، فيها كريم فريش وبندوره. واو بدي بس عظيمي. جوزيف زيح كمون. اترك لي المكسيك على جنب، تعال على الشام. أوه. اوكي تعال 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 على لبنان، تعال جوزيف تعال 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 عليك البقدونس جوزيف. ما فيك تترك لي المكسيك على جنب يا جوزيف. لا فظيع. اوكي ما فيك ما فيك بهالمواضيع كلها. هلا هون شو رح اعمل؟ انا ما بعرف، رح اعمل شغله ما علي. شو بك؟ بدي اشوف اذا تقلبها. اذا بينجح معي المشروع، ما بعرف اذا بينجح معي. هو ما رح ينجح معي، انا قلت لك ما رح ينجح معي. اوكي منجرب عن جديد، بنعمل هيك، بنجي بنسكر مزبوط. يلا اوكي نقلب نقلب. اذا قلبت شو بتقول؟ ايه بالمحرم. ميرسي على المساعده. اوكي ليكو شو حلو عن جد. هلا بدي احكي شغله عن جد. لحظه عن جد ما بعرف عاد ماشي عن جد يا ماما. أوكي. هلا اوكي هون انا عندي لزقت هيك وحده بطاطا، فينا نشيلهم هيك نحن يا جوزيف. اوكي او اعملك شوي لانه سخنه كثير طنجره. المهم ليكو شو حلوين بيعقدوا، الكوسه بقلبها، الباذنجان اللي بتعقد. بس بدي خلي هيك اعطي الفكره الحلوه. احلى شيء فيك بدي اعمل شغله جوزيف، بدي اعمل شغله كثير مهمه. معلي احلى شيء فيك شغله بيقدموها بالشام وبحلب مع الجزر المبروش عليها اذا بتريدوا. بس ليك جوزيف دقيقه، ليك بخشتها انت لهيدي. طب خطك ما بيشبهوك. طب خطي ما بيشبهوك. عن جد كثير منيح لعنهم لانه بيعقدوا جوزيف. بليز بليز انا ما بدي انه انسى المكسيك وانسى المطابخ الثانيه، بس اليوم عندي هالورق عريش مع الباذنجان ومع الكوسه ناقصين شغله وحده انه اكلهم. لا صعيص. ما هيك؟ نايس. كنت عم تسالني سؤال قبل عن السكين، شو كان السؤال؟ السكين؟ ايه عن السكين؟ ايه شو؟ لا كنت عم تسالني كيف بنستنى السكين؟ ايه مزبوط. انه كيف عهدي عهدي اللي مسن السكين فيك تعلمنا احنا وعملنا هي. اوكي حسب، اذا واحد عنده رقبه حلوه فينا نسكن له السكين. عرفته ومنون ومنون جزار عن جد. لقائي بكره معكم بحلقه بعد اجمل من اليوم. بليز نفسوا موضوع التاكوس والتورتيا والاربع صوصات، لانه عن جد بعقد نحن ناطرين هلا على احر من النار تندوقهم من بعد ما المشاهدين يدفوا التلفزيون. انا برضى عليك بس باخر الحلقه ببلش معصب منك، اخر حلقه هيك بتخف بتروق معنا. بعرف دواك. بكره بنلاقيكم نفس الموعد 10 بتوقيت بيروت.